أعلن التلفزيون المصري الثلاثاء وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك عن عمر 92 عاماً. وقال مدير ثابت صهر الرئيس الأسبق إن مبارك توفي في مستشفى الجلاء العسكري، مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية ستتولى أمور الجنازة. وكشفت مصادر مقربة من أسرة مبارك عن استعدادات جرت داخل مقبرة العائلة في منطقة المقطم لاستقبال الجثمان. وتدهورت صحة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث نقل إلى العناية المركزة وفق ما ذكر نجله علاء مبارك. كان مبارك قد تنحنى عن حكم مصر في فبراير 2011 على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه. واختير محمد حسني مبارك الذي عمل قائدا للقوات الجوية نائبا للرئيس الأسبق محمد أنور السادات عام 1975 وقضى نحو 6 سنوات في هذا المنصب. وحكم مبارك مصر 30 عاما إلى أن أطيح بعد احتجاجات 2011 وأودع السجن لسنوات، لكنه خرج في عام 2017 بعد تبرئته من معظم التهم التي وجهت إليه. وقال النجم عمرو دياب في رثاء مبارك على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك: تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان. وقالت النجمة ليسا مع رحيل الرئيس حسني مبارك عن تطوي مصر صفحة كبيرة من تاريخها الحديث: كل التعازي لشعب مصر ومحبي الرئيس مبارك، وانشله هالبلد ما بيشوف إلا الخير. ضفت نيكول سابا: رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك، البقاء لله.